10 الظهر من القناة الوطنية الأولى ونستهلها بالعناوين. الشروع في اجتياز امتحانات البكالوريا التجريبية وصعوبات تواجه بعض المترشحين كغياب مركز للاختبارات الكتابية في الذهبة. انطلاق أولى جلسات محاكمة المتورطين في اغتيال الزعيم صالح بن يوسف في الستينات ونجله يتهم بورقيبة بالتورط في هذه القضية. سقوط قتلى وجرحى في ضربات جوية للتحالف بقيادة السعودية تستهدف العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الموعد الإخباري. يشرع اليوم أكثر من 120 ألف تلميذ في اجتياز امتحانات البكالوريا التجريبية أو ما يعرف بالبكالوريا البيضاء، والتي ستتواصل إلى غاية 22 من مايو الجاري حسب رزنامة كانت أعلنتها وزارة التربية. ومع انطلاقة هذه الاختبارات تتجدد في معتمدية الذهبة بتطاوين إشكالية عدم وجود مركز للاختبارات الكتابية. تلاميذ البكالوريا بمعتمدية الذهبة يقطعون كل عام أكثر من 140 كيلومتر لإجراء اختبارات البكالوريا في ظل غياب مركز كتابي للاختبارات بالمعتمدية، ما أثر سلبا على النتائج المدرسية، حيث لم تسجل المنطقة نجاح أي تلميذ في السنتين الأخيرتين، ما جعل الأولياء يطالبون بضرورة إحداث مركز للاختبارات الكتابية بمنطقتهم. المواطنين كلهم في ذهبة يتساءلوا لماذا ما فماش مركز في اختبار في ذهبة. أخيرا مشوا تلامذة لتطاوين وباتوا معناها بلا فراش ولا غطاء ولا ماكلة ولا حتى شيء، ومعناها وتعبين، وإحنا ما بعدوا 130 كيلومتر على مركز الولاية. مواصلات مقطوعة، حتى كنا في عادي في تطاوين مواصلات مقطوعة، ودر معناها متملع معناها في نيتي في ذهبة. هذا راهو المطلوب، هو يدرون هنا المركز باش يعدوا هنا. ليش ما يعملوش مركز نتاع اختبارات في البكالوريا هنا في ذهب؟ علاش؟ شنو هو الفرق ما بين هنا باش يعدي هنا ولا بيعدي غادي؟ علاه تنقلات زايده؟ المندوبيه الجهويه للتربيه بولايه تطاوين تؤكد بحسب مسؤوليها مشروعيه هذا الطلب، مشيره الى تاثيراته السلبيه على تدني النتائج المدرسيه بهذه المنطقه وارتفاع نسب الانقطاع المبكر عن الدراسة. هذا المطلب أصبح معناها ظهر ومشروع في على مستوى حاليا، معناها في الوقت الحالي معناها سنة ما نجموش، لأن يعني نعرفوا أن كل الاستعدادات تمت بالنسبة للامتحانات الوطنية. إن شاء الله في السنة القادمة بالتفاعل ومع الدراسة مع الإدارة المركزية نشوفوا حول إمكانية إحداث هذا المركز. معاناة تلاميذ ذهبة وأوليائهم تنطلق في مفتتح كل سنة تربوية، لما يشرف غالبية من الأساتذة المعوضين على الإطار التربوي، ثم إجراء الاختبارات البكالوريا خارج المدينة، بكالوريا الرياضة والبكالوريا العادية. وفي جابس شرع اليوم التلاميذ في اجتياز امتحانات البكالوريا التجريبية، وذلك استعدادا لاختبارات الدورة الرئيسية والتي ستنطلق من 12 من جوان القادم إلى غاية 19 من الشهر نفسه، وفق رزنامة أعلنت عنها وزارة التربية على أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحانات البكالوريا يوم 30 من جوان القادم. اقترب موعد الامتحانات الوطنية والاستعدادات حثيثة لهذا الحدث الوطني الهام. مستعدادات حثيثة للبكالوريوس التطبيقية في الإعلامية والتقنية والشفوية في التربية الموسيقية، زيادة على الاستعدادات للمراحل الوطنية الكبرى اللي هي امتحان البكالوريا وامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني ومناظرة دخول المدارس العادية النموذجية. البكالوريا البيضاء التي تسبق هذه الامتحانات انطلقت بمعاهد ولاية جابس في أجواء طيبة، وتم خلالها وضع التلاميذ في نفس الظروف التي يجرون فيها امتحان البكالوريا. حط التلميذ بنفس الوضعية كما لاحظتوا داخل القاعات، نفس الوضعية الأيام البكالوريا، بكيفية يعيش الوضع نفسه في أول يوم يكون الفلسفة للناس الكليكة، بقية المواد الالتزام بالجدول اللي هو جدول البكالوريا الوارد من الوزارة. البكالوريا التجريبية يؤكد الإطار التربوي أنها هامة بالنسبة للتلاميذ، على اعتبار أنها تهيئهم لإجراء امتحان البكالوريا في ظروف طيبة
وتكسر الحاجز النفسي الذي لديهم تجاه هذا الامتحان. ضرورة يعني في اختبار البكالوريا اللي ينتظروها التلامذة لابد من التجربة الأولى اللي هي البكالوريا البيضاء، هي يعني ذات أهمية قصوى وبالغة فيما يتعلق بالإعداد النفسي، وهذا يعني نلمسوه خاصة في أن تخفف الكثير من الضغط النفسي وما يمكن ما يعرف بالتراك والخوف، ربما اللي أنا نسميها الخوف الإيجابي اللي هو ربما يأخذ شكل من الحذر في التعاطي مع المواضيع. في ولاية جابس يبلغ عدد تلاميذ البكالوريا 4421 تلميذ وتلميذة، من بينهم 3536 من المعاهد العمومية. انطلقت اليوم بالمحكمة الابتدائية بتونس أولى جلسات محاكمة الضالعين في اغتيال الزعيم الراحل صالح بن يوسف مطلع ستينيات القرن الماضي. الجلسة التي ترأسها إحدى الدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية والتي لم يحضر أشغالها المنسوب لهم الانتهاك في جريمة اغتيال بن يوسف، أدلى أثناءها نجل صالح بن يوسف شهادة اختزل فيها المسار السياسي والمهني لوالده، وقدم بعض المعطيات التي تفيد بوقوف الرئيس الأسبق لحبيب بورقيبة وعدد من أجهزة الدولة وراء عملية اغتيال صالح بن يوسف. تلتئم الجلسة لمحاكمة الرئيس بورقيبة، هو ماهوش موجود لكن روحه موجودة في القاعة والتهمة ثابتة عليه، وهو المتهم الرئيسي في القضية، لأنه بقية المتهمين مثل ما قال ابن الشهيد هم أداة استعملت لأكثر وأقل. بالضبط، احنا لا نطلب أي انتقام من أي أحد لأنه هذا مش في مبادئنا، لكن بالنسبة لذكر أسماء القتلة نعتبره هذا خطوة إلى الأمام وجيدة جداً. في إطار شهر مكافحة مرض ضغط الدم، نظمت الجمعية التونسية لأمراض جراحة القلب والشرايين حملة تقص في مؤسسة صناعية خاصة شملت كل العاملين بها، إضافة إلى جلسات توعية بأهمية التقصي المبكر والمراقبة المستمرة لتجنب هذا المرض وتداعياته الخطيرة. فريق من أطباء الاختصاص يقارب 30 جمعتهم الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والشرايين بمساعدة مجموعة من الإطار الشبه الطبي، حول القسم الإداري لإحدى المؤسسات الصناعية الخاصة إلى مستشفى ميداني لتقصي مرض ضغط الدم والمشاكل القلبية. علاش احنا نأكدوا على ضرورة التشخيص المبكر لارتفاع في ضغط الدم؟ على خاطر دراسة حديثة تونسية شملت تقريبا 11,000 تونسي أظهرت اللي تونسي على زوز عمره فوق 30 سنة مصاب بارتفاع ضغط الدم. أنا نشوف اللي هما أرقام مفزعة، وإحنا دورنا كأطباء قلب وكجمعية تونسية لأمراض القلب باش نوعيوا المواطنين على ضرورة قياس ضغط الدم وتشخيص هذا المرض مبكر، خاطر إذا ما قموش بالتشخيص المبكر خاصة اللي هو مرض صامت يجب يكون يوصل التعكرات اللي تجم لا قدر الله تؤدي بحياة الإنسان. سخرنا في المؤسسة كل المجهودات وكل الإمكانيات كما تشوف باش نشحوا اليوم هذايا تحت شعار اضغط وقيس دمك، واحنا في المؤسسة متاعنا كل عامل وكل فرد صحته وسلامته هي من اهتماماتنا وأولوياتنا. الملفت في هذه الحملة هو انخراط المؤسسة غير المشروط بما مكن عمالها وإطارتها من عيادة مجانية في موقع العمل ومراقبة صحية شملت إضافة إلى قياس ضغط الدم السكري وتخطيطا على القلب وصورة بالصدى. احنا بعاد ياسر على معناتها لي زاناليز كوتيديان كلي زاناليز، ما نمشيو للطبيب الا ما فريمون الواحد سي معناتها تصير له انكا، دونك اليوم نتعملوا المبادره هذه كسوا من مؤسستنا ولا من الجمعيه الراعيه. والله هي بيان اورغانيزي تبارك الله، تقوش عليها مستشفى متنقله هذه من بارتو دي بيرو كل مصلحه المؤسسه الحفاظ على العمال نتاعها واطاراتها هي الشيء اللي يخليهم يخدموا باكثر راحه نفسانيه اكثر مردوديه واكثر انتاج. التقصي المبكر والمراقبة المستمرة حلقة هامة من التوقي من قائمة الأمراض التي ارتفعت أعداد المهددين بها. تلك الرسالة التي بثتها الحملة إضافة إلى مراجعة للنظام الغذائي الصحي.
انتظم بمعتمدية الكريب من ولاية الكاف يوما تحسيسيا حول التسجيل في منظومة التغطية الاجتماعية احميني، والتي تهدف إلى إدراج عدد كبير من العاملين في القطاع الفلاحي، خاصة في ظل ما تتعرض له المرأة الريفية من حوادث مع غياب التغطية الصحية والاجتماعية، منظومة رفضها عدد كبير من النساء الحاضرات. تم خلال هذا اليوم التحسيسي تقديم برنامج التغطية الاجتماعية للعاملات في القطاع الفلاحي أحميني، والذي يهدف إلى العناية بهذه الفئة من خلال جراية للتقاعد والعجز والتغطية الصحية. أحميني هي باش تكون جسر تواصل بين المرأة الريفية ومنظومة التغطية الاجتماعية السيناسيس، باش تسهل عليها عملية الاستخلاص وعملية التسجيل. فما تسهيلات ومرونة في التسجيل وفي الاستخلاص زادة، باش تضمن لها حقها وحق صغارها. عدد من النساء الحاضرات أشرنا بالمناسبة إلى بعض الإشكاليات المرتبطة بالانخراط في منظومة أحميني، وهي إشكاليات تتمحور خاصة حول تأثير العمل الموسمي على توفير مبالغ انخراطات في ظل ما تعيشه أغلب النساء الريفيات والعاملات في القطاع الفلاحي من أوضاع اجتماعية صعبة. الدينار اللي مش نصبها هذه أنا باش نحمي بها روحي صغاري أولى، يعني هذه أنا ما نقدرش عليها، على أساس الدولة مش تعاوني صبحت هنينا ومش نخدم مش نصب على روحي، ومانيش قاعدة نخدم ديما. نحكي باسمي وباسم برشا عاملات مانيش قادرين باش نخلصوا خاطر مانيش نخدموا ديما. الدينار هما مش معطينا حساب، ودينار شنو فيها؟ عند المرأة الريفية دينار عنده حساب كبير، عندها دينار ذاك تاخذ فيه 5 باقات صغارها تحس روحها ارتاحت وقت صغارها. وزيرة شؤون الشباب والرياضة سونيا بن الشيخ أكدت بالمناسبة أهمية الانخراط في هذه المنظومة بالنسبة للمرأة الريفية والعاملات الفلاحيات وعائلتهن من حيث التغطية الاجتماعية والحماية من حوادث الشغل. فسرنا لهم اليوم وكيف ما تفضلت وقلت اللي هي معناتها هو اجتماع تحسيسي وتوعوي، مش يعرفوا قيمة الانخراط في المنظومة هذه أقل من دينار يوميا اللي تجي تكلفة نتاعه 18,000 شهريا يجم يحميها من أمراض ويداويها. وتشمل منظومة أحميني النساء العاملات في القطاع الفلاحي والجامعات للمحار، وتضع على ذمة المنتفعات تسهيلات في دفع الاشتراكات التي تقدر ب 54 دينار و 600 مليم في الثلاثية الواحدة. إلى أخبارنا العربية والدولية، نفذت طائرات قوات التحالف الذي تقوده السعودية نفذت غارات جوية على مواقع في العاصمة اليمنية صنعاء، أدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى. يأتي هذا فيما اعتبر التحالف هجوم الحوثيين بطائرات مسيرة في السعودية في وقت سابق هذا الأسبوع جرائم حرب. في عملية جديدة له في اليمن، نفذ التحالف الذي تقوده السعودية هناك عدة ضربات جوية على العاصمة صنعاء، وذلك وفق شهادات السكان ومصادر إعلامية. ذكرت أيضا أن الضربات التي أدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى استهدفت 9 مواقع عسكرية في المدينة ومحيطها. غارات شنت في إطار بدء التحالف عملية استهداف وصفها بالنوعية لأهداف عسكرية للحوثيين تهدف بصفة خاصة إلى ما عبر عنه التحالف بتحييد قدرات المسلحين الحوثيين على تنفيذ الأعمال التخريبية، مطالبا السكان بعدم الاقتراب من المواقع المستهدفة. ضربات جوية على مناطق متفرقة من العاصمة أكدت أيضا وسائل إعلام تابعة للحوثيين. تم قصف بيت في حارة في منطقة نعيم، والناس في أمان الله، وكل من استهدفهم كان من الأطفال والنساء. ثلاثة بيوت في نفس المكان. وتأتي هذه العملية بعد يومين من استهداف الحوثيين محطتين لضخ النفط في خط الأنابيب الرئيسي داخل المملكة العربية السعودية بواسطة طائرات مسيرة، عملية قال التحالف وفق ما نقلته وسائل إعلام إنها ترتقي إلى جرائم حرب. من جانبه قال نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان في تدوينة له اليوم إن هجوم الحوثيين على محطتي ضخ يظهر أنهم أداة لتنفيذ أجندة إيران وخدمة مشروعها التوسعي في المنطقة على حد قوله. وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث حث أمس الأطراف المتنازعة في البلاد على الحفاظ على وتيرة الانسحاب الأول لقوات الحوثيين من 3 موانئ، كما حث الجانبين أيضا على التحرك بسرعة إلى عمليات سحب مشتركة أكبر والعمل بشكل عاجل على إيجاد حل سياسي للحرب.
خيم شبح التوترات الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط على لقاءات وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف برئيس الوزراء الياباني شينزو أبي الذي جدد تمسك بلاده بعلاقاتها الجيدة مع طهران، فيما نقل ظريف التزام بلاده بواجباتها بمقتضى الاتفاق النووي الدولي رغم العقوبات الأمريكية الأخيرة. في وقت تتصاعد فيه التوترات في منطقة الشرق الأوسط بعد حادثة تخريب ناقلات النفط في الخليج، وإعلان السعودية الأخير أن طائرات مسيرة مسلحة أصابت محطتين لضخ النفط مع اتهامات غير مباشرة لطهران فيما يجري، تحول رئيس الدبلوماسية الإيرانية جواد ظريف إلى اليابان التي كانت لعقود طويلة المشتري الرئيسي للنفط الإيراني قبل العقوبات الأمريكية. وزير الخارجية الإيراني التزم خلال لقائه شينزو أبي رئيس الوزراء الياباني بمواصلة اتباع سياسة ضبط النفس رغم التصعيد الذي يصفه بغير المقبول بعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية على بلاده. المسؤول الإيراني أكد كذلك التزام بلاده بواجباتها بمقتضى الاتفاق النووي الدولي الذي أبرم في 2015 والذي قيدت إيران بموجبه قدرتها على تخصيب اليورانيوم رغم الانسحاب الأمريكي، مشيرا إلى أن بلاده لا تسعى إلى الاشتباك في المنطقة ولكنها لطالما دافعت وستدافع عن مصالحها بكل قوة، ما يفتح باب التأويل حول الأسلوب الذي ستعتمده طهران لحماية مصالحها. رئيس الوزراء الياباني لم يخفي من جانبه مخاوف بلاده من التوترات الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما قد يفسر لجوء شركات النقل البحري والتكرير الآسيوية إلى وضع السفن المتجهة إلى الشرق الأوسط في حالة تأهب. وعلى الساحة الإيرانية الداخلية، أوضحت التطورات الأخيرة أن الضغوط الأمريكية المتنامية على إيران أدت إلى إضعاف موقف الرئيس حسن روحاني وتعالي أصوات منافسيه المتشددين في الداخل والخارج، مع تعرض حكومته لانتقادات متواصلة بسبب ما يعتبره خصومه فتورا في الرد على الضغوط التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إيران. وفي السودان، أفادت مصادر بأن قوى الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات في البلاد بدأت في إزالة الحواجز من طرقات رئيسية بالخرطوم وتحديد مساحة جغرافية للاعتصام. يأتي ذلك بعد أن اشترط المجلس العسكري الانتقالي فتح المعابر وإزالة الحواجز لاستئناف التفاوض مع ممثلي الاحتجاج. في خطوة قد تمهد الطريق لإحراز تقدم في المفاوضات التي علقها المجلس العسكري الانتقالي مع قادة الاحتجاج في السودان لمدة 3 أيام إلى حين فتح المتظاهرين للطرق المغلقة في أجزاء من الخرطوم، تحدثت تقارير اليوم عن إزالة المعتصمين لجميع الحواجز التي وضعت منذ يومين في الطرق والجسور الرئيسية في العاصمة، بعد أن نجحت قيادات في تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير في إقناع المحتجين بالتراجع تدريجيا وصولا للعودة من جديد إلى مقر الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش السوداني. وكان المجلس العسكري قد اشترط فتح المعابر وإزالة الحواجز لاستئناف التفاوض مع قوى الحرية والتغيير التي حملت المجلس مسؤولية إطلاق النار على المعتصمين في تصعيد أدى إلى إصابة 14 شخصا وألقى بظلاله على المحادثات التي كانت في طريقها إلى التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل مجلس عسكري مدني مشترك لإدارة البلاد خلال فترة انتقالية مدتها 3 سنوات إلى حين إجراء انتخابات رئاسية. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قد أشاد بالتقدم المحرز أثناء المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى الحرية والتغيير بشأن الفترة الانتقالية، وحث غوتيريس جميع الأطراف في السودان على الإبقاء على النفس الإيجابي والتوصل إلى اتفاق حول التفاصيل المتبقية. قتل 6 مسلحين من بينهم قائد طالبان بارز في غارة شنتها قوات الدفاع والأمن الأفغانية لمكافحة الإرهاب في أفغانستان، وفق وزارة الشؤون الداخلية الأفغانية التي أكدت في بيان أنه تم اعتقال عضو بارز من طالبان وتطهير 8 قرى من المسلحين خلال الغارة. كما أشار البيان إلى أن هذه الجماعة الإرهابية المستهدفة متورطة في تنظيم وتنفيذ عدة هجمات إرهابية في أفغانستان.
في أخبار الرياضة، توج فريق كبريات كرة السلة للنادي الصفاقسي ببطولة تونس لكرة السلة أثر فوزه في المباراة الفاصلة التي جرت مساء الثلاثاء بقاعة الرائد البجاوي بصفاقس على نادي شرطة المرور بنتيجة 54 نقطة مقابل 53. وكانت فتيات النادي الصفاقسي فزنا في مباراة ذهاب الدور النهائي ب 51 نقطة مقابل 43، فيما انتهت مباراة الإياب بفوز نادي شرطة المرور بنتيجة 52 نقطة مقابل 40، ليحتكم الفريقان إلى مباراة فاصلة لتحديد مصير اللقب. توج أجاكس أمستردام بلقبه 34 في مسيرته بالدرجة الأولى الهولندية لكرة القدم بعد أن رفع رصيده في الصدارة إلى 86 نقطة من خلال فوزه بأربعة أهداف مقابل هدف على مضيفه دي غراف شاب في الجولة الختامية، متقدما بفارق 3 نقاط على أقرب ملاحقيه أندهوفن. وبهذا التتويج يضيف نادي العاصمة لقب البطولة إلى لقب الكأس ليحرز ثنائية موسم متميز محلياً وقارياً بعد نجاحه في بلوغ نصف نهائي كأس رابطة الأبطال الأوروبية. ونعود إلى شأن الوطني، وفي عالم الثقافة تعززت فعاليات شهر التراث المتواصلة والذي تحتفل به تونس كل سنة بمكسب جديد من خلال إطلاق تطبيقة باردو آب بالمتحف الوطني بباردو، والتي ستمكن الزائرين من التعرف على ما يحتويه المتحف من مخزون تاريخي ثري بطريقة جذابة وباستعمال التقنية ثلاثية الأبعاد، كما أنها ستساعد بشكل كبير المكفوفين من زوار المتحف على التعرف على المنحوتات والتماثيل عن قرب. ليلة الصناعات الإبداعية الرقمية التي عاش على وقعها المتحف الوطني بباردو في إطار الاحتفال بشهر التراث توجت بإطلاق تطبيقة باردو آب، وهي تطبيقة رقمية خاصة بالهواتف الذكية واللوحات الرقمية ترافق الزائرين في رحلتهم عبر أروقة المتحف وما تحاكيه في طياتها من تاريخ تونس لتروي تاريخ المنحوتات والتماثيل والأثار الممتدة في الزمان والمكان. التطبيقة هذه فيها تعريف بالقطعة الأثرية، تعريف مكتظب بثلاثة لغات، يكون معناتها الزائر هو يختار اللغة اللي يحب عليها هو، اللي هي عربية وإلا فرنسية وإلا إنجليزية. فالمعلومات هذه هي معناتها فريمون مكتظبة. الاستاتيو الموجودين هنا في متحف باردو تقوم بمسحهم بالتطبيقة هذه اترافير معناتها الكاميرا نتاع التليفون، ولهنا معناتها نشوفوا الاستاتيو هاكم كيفاش ولاو ريستيتيي، يبداو هما ناقصين معناتها استاتيو تلقاه ناقص راس ناقص ايد، لهنا يصير ريستيتيسيون نتاعهم يكملوا معناتها بطبيعه اباز معناتها دي ريشيرش سانتيفيك بالتعاون معناتها مع متحف باردو مع المؤرخين وكل شيء، ونزيدوهم زاد الالوان الحقيقيه كما كانوا قبل. وتراهن هذه التطبيقه الرقميه على الاستجابه لحاجه الاجيال الجديده المواكبه للتطور التكنولوجي، خاصه فئه الشباب، فئه لم تعد تكتفي بوسائل التثقيف والترفيه التقليديه بل اصبحت تبحث عن ضالتها في التكنولوجيا ووسائلها الحديثه. هذا يترجع الشباب باش يجي ويكتشف يعني في بارد ولا في اي يعني متحف ولا معلم ولا موقع يكتشف تاريخه، ولكن اتخافيغ التقنيات هذه والتكنولوجيات الحديثه، ولهذا سي تان مويان باش يتعرف اكثر على تاريخه وعلى حضارته. كما ستتيح تطبيقة باردو آب الحديثة للمكفوفين فرصة التجول في أروقة متحف باردو وقراءة بيانات تعرف أبرز المنحوتات والأثار بطريقة لوي براي. المكفوفين سمنا لحسابهم باش ينجموا معناتها يلمسوا المطبوعات هذه، يعرفوا معناتها تاريخ بلادهم، نزيدوهم زاد معناتها كتيبه بالبراي، معناها لوحات فسيفسائيه اللي احنا نمشيو عليها بسقينا من تبولاش مش يلقاها، معناها يمسها بيديه ويتثبت في الشكل نتاعها، ثم مش يلقى مجسمات لبعض التماثيل. تطبيقة رقمية في خدمة التراث الوطني التي أنجزت بالتعاون مع إدارة متحف باردو ووكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية وجمعية المكفوفين تحمل رسالة تهدف إلى مصافحة كل الفئات لأثارها والتعرف على ثروتها التاريخية حتى تبقى المتاحف عنوان الذاكرة وحفيظة للهوية الوطنية.
نهاية النشرة ونذكركم بعناوينها. الشروع في اجتياز امتحانات البكالوريا التجريبية وصعوبات تواجه بعض المترشحين كغياب مركز للاختبارات الكتابية في الذهبة. انطلاق أولى جلسات محاكمة المتورطين في اغتيال الزعيم صالح بن يوسف في الستينات، ونجله يتهم بورقيبة بالتورط في هذه القضية. سقوط قتلى وجرحى في ضربات جوية للتحالف بقيادة السعودية تستهدف العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون. ونشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء.